ينضم إلينا مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور غازي. بداية تفاصيل أكثر حول ما حدث في الإصابات في المصنع في محافظة العقبة، كيف أثرت على الوضع الوبائي بشكل عام؟ آخر الأرقام المرصودة إلى غاية هذه اللحظة دكتور. أخي الكريم، هي زي ما تفضل عطوفة رئيس المفوضية، يعني هذه الأرقام تم تسجيلها على مدى عدة أيام، وهي رفعت نسبة الإيجابية في الفحوصات في محافظة العقبة. فمشان هيك بين عنا أنه محافظة العقبة صار فيها إصابات أكثر من المعتاد. لكن مسألة تسجيل إصابات في مصانع أو مؤسسات أو وزارات هي مسألة مستمرة، وإحنا بنتعامل معها ضمن بروتوكول صحي وفي إجراءات قياسية تم تعميمها للتعامل مع أي أمور مثل هيك. المصانع بشكل خاص إحنا بهمنا أمرها، أولا من ناحية العمالة، مجرد ما يظهر الحالات الإيجابية تطلع فرق من عنا من الوزارة، من مديرية صحة العقبة إذا كان المصنع في موجود في صحة العقبة، أو من المديريات الثانية إذا كانت في الأماكن اللي تابعة لها، لتفقد الإجراءات الصحية والتأكد من تنفيذ البروتوكولات. المصابين لازم يعزلوا، المخالطين لازم يتم فحصهم، وزي ما تفضل عطوفة الرئيس المفوضية أنه هذا كله تم. فالأمر لا يعدو عدد الإصابات، عدد من الحالات. نعم، عدد الإصابات المحصورة لغاية هذه اللحظة، يعني نتحدث من حوالي 2400 عامل يزيد أو ينقص، منهم 1900 هم نتائجهم سلبية، نتائجهم إيجابية. وين بدك؟ بأي منطقة؟ في محافظة العقبة، في هذا المصنع المذكور دكتور. في محافظة العقبة، يعني حوالي 1600 إصابة اللي تم تأكيدها في أكثر من مصنع، في مصنع أكثر من المصنع الثاني. لكن أخي الكريم، هاي الأرقام يعني إحنا بنسجلها في كثير من المؤسسات. صحيح في يعني يمكن يكون في أعداد أقل من هيك، لكن هو المصنع لما بيكون في عدد كبير من الحالات ممكن يصير في نسبة الإيجابية عالية، فبنسجل أرقام زي هيك. لكن انا مش شايف اي مشكله في الموضوع، يعني مش شايف. لا، ليست هناك اي مشكله، ولكن فقط للتوضيح. لا لا لا، دكتور غازي، صار في يعني تساؤل اعلامي كبير على الموضوع. احنا يوميا بنسجل حالات في مؤسسات وفي وزارات وفي مصانع، يعني ليش المره هاي صار في عليها ضجه؟ مش فاهم أنا. هي للتوضيح فقط، لانه ذكر العدد بشكل مباشر 1900، فلربما وضحت الصوره او تشكلت صوره بان هذه الاعداد سجلت اليوم او امس حتى، لم يتم التوضيح بانها سجلت على مدى ايام. ولكن لما بذكر الشخص عدد فجائي للناس طبعا بتفاجئ وبقول لك العدد كبير. نعم، للتوضيح فقط. لكن هذا فقط مسجل على مدى ايام. للتوضيح. نعم. يعني ذكرت بان هذه ال 1600 اصابه هي لمؤسستين او مصنعين، اكثر من مصنع؟ نعم، مصنعين. يعني ليست في مصنع واحد هذه الاصابات؟ لا، في مصنع اكثر من ثاني. طيب، يعني المهم انه الاجراءات بتتم، المصانع هاي بتتم زيارتها، تعطى الارشادات. احنا عميمين طبعا على كل المؤسسات، لكن بنتبع، بنضلنا مشان تنفيذ البروتوكول العزل. المصابين لازم يتم عزلهم، واي شخص بحس انه عنده اعراض لازم يتجه للمستشفى. ايضا احنا كنا متوخين انه العزل يتم في مكان احنا هذا يعني تفقدناه وعملنا عليه رقابه، بمعنى انه عملنا اليه للتباعد الاجتماعي جوا. هذا مجتمع معزول كليا عن الخارج، ما بيطلع للمدينة ولا بيختلط مع المواطنين، هذا احنا حريصين جدا عليه. السائقين كمان زي ما تفضل سعادة مدير المفوضية، السائقين كمان عملنا لهم اجراءات حتى كمان ما يختلطوا بالعمال. فإجراءاتنا طيب، تسير على قدم وساق. نعم، إن شاء الله. بغض النظر، هي فقط للتوضيح دكتور غازي، وليست هو تركيز إعلامي كما ذكرت، وإنما للتوضيح. يعني كانت التصريحات بأن هناك هي مصنع واحد، إصابات في مصنع واحد، الآن نتحدث. نعم، عن مصنعين، وأنت تتحدث بأنه مصنع أكثر من الآخر سجل إصابات. الآن سأنتقل بك إلى الوضع الوبائي بشكل عام. بالأمس. نعم. حصيلة قياسية، سجلنا أكثر من 6000 حالة،
هذه 6000 حالة على مدى الأيام السابقة تفصيلاتها، هل وصلنا إلى الذروة في تسجيل الإصابات؟ ونتحدث بأنه كانت هناك توقعات بارتفاع أعداد الإصابات في الأيام القادمة بسبب فترة الانتخابات وما بعدها والاختلاط الذي حدث في الفترة الماضية. القراءة لكم في خلال هذه الفترة والأيام القادمة كيف تبدو للوضع الوبائي؟ نعم أخي الكريم، أنا توقعاتي بأنه ترتفع الحالات، وكان ذكرت أنه ممكن تكون 1000 أو أكثر بسبب التجمعات اللي صارت في الانتخابات. إحنا هلأ حاليا أنا بعتبر الزيادة في حالات أمس هي نتيجة مباشرة للاختلاطات اللي صارت، ومتوقع أنه على مدى الأيام القادمة كمان يكون في ارتفاعات، لكن بعيد وبكرر أن الارتفاعات ما رح تكون فلكية، يعني بمعنى أنه قاعدين إحنا نسمع على وسائل التواصل أرقام فلكية بيجيبوها باحثين ما بنعرف إحنا مدى مصداقيتها، لكن بقراءتنا للوضع الوبائي رح يكون في تزايد لكن ضمن نطاق محدد، يعني يمكن اليوم حتى يكون العدد مقارب تقريبا للعدد اللي صار مبارح، لكن في تأثير واضح للاكتظاظ اللي صار في أيام الانتخابات. يعني قراءتكم للأيام القادمة هل ستكون على مدى أكثر من يوم تسجيل هذه الإصابات مقاربة لإصابات يوم أمس؟ رح نكون نسجل عدد أكبر من الحالات على مدى أكثر من يوم، ومش شرط كل يوم، يعني يمكن ما نحافظ على المستوى الارتفاع، لأنه إحنا تجربتنا مع الوضع الوبائي عندنا في الأردن ما عندنا ثبات في معدل الزيادة، ما عندناش تضاعف يومي ولا تضاعف أسبوعي، عندنا تضاعف كل أسبوعين، وهذه شغلات مبشرة. أيضا بالرجوع للأسبوع الوبائي المنصرم 45 كان عندنا الحالات متقاربة، أعداد الحالات متقاربة ما فيها أي ارتفاع شديد، هذا كمان مؤشر مطمئن، لكن برضو كمان أنا بحكي توخي الحذر لابد منه. نعم، أشكرك على كل هذه التفاصيل مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس، شكرا جزيلا لك.